مهم قوي ان انا ايه اللي يهمنا في الموضوع، ان احنا بنقول رغم الازمه الكبيره ديت ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسيه، حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله، يمكن انتم خلال شهور قليله ان شاء الله هنكون حاطين على خريطه مصر حجم ضخم جدا من الاراضي الزراعيه، سواء كان في الدلتا الجديده او في توشكا او في شرق العوينات. احنا بنتكلم على اكتر من، يعني لو مجموع الاراضي دي كلها حتى في سيناء كمان، لو حطينا مجموع الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كميه ضخمه جدا، عمل وجهد وحجم اراضي عشان تعمل انتاج زراعي غير مسبوق في فتره زمنيه مش كبيره قوي. طب حتى مع ده هنبقى احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع اساسيه زي القمح والذره وزيت الطعام، ايوه بكميات كبيره اكيد، ان احنا على الاقل بنتكلم في 18 19 ويمكن نوصل ل 20 مليون طن قمح، حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنه الواحده. حتى لو احنا انتجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر، وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيره. عشان الناس تبقى شايفه ليه احنا الاسعار زادت علينا. زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا. بالمناسبه كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعمله الحره وبنبيعه للناس بالجنيه المصري، ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عمله تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي. احنا بنتكلم على ارقام كبيره قوي. نتوقف قدام مش الارقام ديت، لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينا واحنا بنتاثرين بيها، لكن احنا متوقفين؟ لا. طب احنا في حاجه تقلقنا على ان يبقى في يعني ازمه في المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لا طبعا، احنا عاملين حسابنا دايما ان يبقى في يعني من 5 ل 6 شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل.